نعمي مسفليدنا تمسفليدين ان راديوات بيرتيكليتي اظن لو كنت وليدون غيد غل مهرجان اي تويحي غيد اي تيحي غيد نواحي اونزي رانس برك يان غل مناضل نغن ديان ان غيكادس رئيس النقابة الوطنية المغربية للمهن الموسيقية والفنية فرع اكادير سي محمد الخطابي رانس برك رسلنا برك مرحبا بك ايجيان غل المكرمين اللي رامي سكرن تكريم تدقات نغصد غيد غل مهرجان أشقال نواحي أونزي سي محمد الخطابي برك مرحبا بك راديو تبير تنميرت لتبرك أولا أخت مازيرتينو تمازير اللي غد لولغ اللي إفكان محمد الخطابي بطبيعة الحال غصد نكي أريس سوري سيان التاريخ نيا غوغن سمسكت الطفولينو اللي غدريت المروي سكواس نغد سين دمروي سكواس اشكو دتا مازير ساز تقريبا كي غاس غير لازم يزيد على 40 سكواس ازكي غا المنطقه از وخاص جايه وكزوم غمسكت نتمازيرت اللي غد لولا بطبيعه الحال تمازير ساز غير اللي تتزرام ورتسمغي غار إزران لزقيتو فام دوا الدقن واركان دوا الدقن وكناري تفكى حتى منشك دير غازن دمنشك التمغارين دمنشك دميد اللي فكانين الثقافة ولا الفن سواء المجال الموسيقى ولا المجال الجمعوي ولا منشك المجال السيادنين ولا حتى المجال الاقتصادي لأن يغنسن المناطق ديال العدد دمد اللي سكرنين التجارة ديال العدد دمد اللوسين الاقتصاد انت مازيرت المغرب التيني كان داد قيس إلول التفكة مازيرسا أدور انتو كذلك حتى مدن اللي لانين غمسكت نورو بالخصوص فرنسا بلجيكا هولندا ألمانيا منشك الدول يضنين غوروبا ولا غمسكت الشرق يعني نسنيا العدد ميدن غمسكت نتميزارز أتنفكان أما غميزلين ستكريم محمد الخطابي كمناضل نغد كفاعل نقابي وجمعوي بطبيعة الحال تكريم نكي إيجازاري تكليف ورداري تشريف لأنه مدناز أريتين هاسي إخصك السول تخدمس السلس في كسمي قوتن التقافة دم ساكت الفن يعني نكي تكريم أمازيغ زريان تكليف باش أدفتغ أقوار التقافة الأمازيغية.